والآن مشاهدينا نتحول إلى جولتنا الاقتصادية. نعم، الأخبار الاقتصادية مع مصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا رغدة أبو ليلى وشكرا آية الكفوري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال السنة المالية 2021-2022 سجلت ارتفاعا كبيرا بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار، كما شهدت هذه الفترة من إبريل إلى يونيو من العام الجاري ارتفاع التحويلات بمعدل 3% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار. وسجلت تحويلات شهر يونيو 2022 ما قيمته 2.8 مليار دولار. أقرت الحكومة تخفيضاً على أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة 3 مرات في المجمعات الاستهلاكية، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 18 جنيهاً على مدار شهر ونصف الشهر. يأتي هذا في حين تم طرح اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 72 جنيه للكيلوغرام، وذلك في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها 1300 مجمع، وفي السيارات المتنقلة أيضاً في الميادين الرئيسية والشوارع ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك بهدف خدمة المواطنين من خلال طرح اللحوم لهم بأسعار مخفضة تقل عن أسعار اللحوم في الأسواق بنسبة 30%. الأسعار، احنا طرحنا اللحوم السوداني ب 115 جنيه وده سعر يعني منافس جدا مقارنة بالقطاع الخاص. اللحمة المجمدة خفضنا سعرها 3 مرات، النهاردة طرحناها من 90 جنيه إلى 72 جنيه، 18 جنيه تخفيض في الكيلو، ولكن أطمن الناس أن انخفاض السعر ليس معناه انخفاض الجودة، بالعكس الجودة اللي موجودة لهذه اللحوم من أجود الأنواع، وهي لحوم برازيلي مجمدة نفس القطعية والكمية والنوع والمواصفات اللي كانت قبل العيد هي اللي موجودة، ولكن اللي حصل إن احنا عندنا كمية كبيرة منها، وبالتالي بنعمل بعض العروض الترويجية زي يعني الكثير من السلاسل التجارية اللي بتعمل عروض، وبالتالي بتشجع المواطن هو يحصل على كمية أكبر بنفس السعر أو سعر منخفض. أصبحنا النهاردة في كل المجمعات الثلاجات مليانة، ادينا كمان مشروع جمعيتي للشباب ان هم خدوا كميات ان هم برضه يوزعوها والسيارات المتناقله، فاصبحت النهارده متوفره والحمد لله، بالاضافه لان المخزون عندنا مخزون يعني الحمد لله يكفينا لست شهور قدام في ثلاجات الشركه المصريه للحوم. بالنسبه للارصدة عندنا اكثر من 500 طن شهريا موجودين، بس طبعا الساعه التخزينيه في المجمعات مش موجوده. انا عندي ثلاجات في ثلاجه السلام ساعتها 60 طن، وثلاجه سيد مكي برضه اكثر من 100 طن، فبنمد المجمعات يوميا، اللي بينقص منه بنمد يوميا بسيارات مبرده ولسادات استهلاك المواطنين يوميا. أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن المحافظة تسعى لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين. وخلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لبحث مشاكل الخاصة بالمستثمرين والمناطق الصناعية، شدد محافظ القاهرة على ضرورة تحفيز المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة للعمل على جذب الاستثمار، لتساهم بذلك في توفير المزيد من فرص العمل مع مراجعة الخدمات المقدمة والبنى التحتية بالمناطق الصناعية والاستثمارية لرفع كفاءتها. في سوق المال، أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، وتراجع فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات بخمسة مليارات وثلاثمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى 684.9 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر EGX30 عند مستوى 10246 نقطة متراجعا بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 10137 نقطة، وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 2193 نقطة متراجعا هو الآخر بنسبة 26% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة.
كما فتح مؤشر اي جي اكس 100 عند مستوى 3148 نقطة متراجعا بنسبة 56% ليغلق عند مستوى 3130 نقطة. من أسواق المال إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي ما قيمته 19 جنيها و11 قرشا للشراء و19 جنيها و19 قرشا للبيع. أما اليورو فسجل 18 جنيه و98 قرشا للشراء و19 جنيه و6 قروش للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيه و50 قرشا للشراء و22 جنيها و60 قرشا للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية فسجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5 جنيهات و20 قرشا للشراء و5 جنيهات و22 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي والذي وصلت قيمته إلى 5 جنيهات و9 قروش للشراء و5 جنيهات و11 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب العالمية لتسجل 1737 دولارا للأوقية. محليا سجل الذهب عيار 18 ما قيمته 921 جنيه. بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1075 جنيه، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1228 جنيه، وبناء عليه وصل سعر الجنيه الذهب إلى 8600 جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد أن حذرت السعودية من أن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك قد تخفض الإنتاج لتصحيح الانخفاض الأخير في العقود الآجلة للنفط. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت الوسيط بما نسبته 2.57% لتسجل ما قيمته 98 دولار و96 سنتا للبرميل الواحد. كما ارتفعت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 0.03% مسجلة 93 دولار و7 سنتات للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 0.93% لتصل إلى 3 دولارات و77 سنتا للتر. وارتفعت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بما نسبته 1.32% لتسجل 9.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية. عدل البيت الأبيض توقعاته للعجز في العام المالي 2022 ليصل إلى 1.32 تريليون دولار بانخفاض قدرة ب 383 مليار دولار عن توقعاته للميزانية والتي صدرت في مارس، بما يعكس زيادة في الإيرادات وتراجعا طفيفا في الإنفاق. كما توقع البيت الأبيض أن يبلغ عجز الميزانية للعام المالي 2023 نحو 1.3 تريليون دولار بزيادة قدرها 1.146 مليار دولار عن توقعاته في مارس الماضي. تراجعت الأسهم الأوروبية موسعة سلسلة خسائرها لثالث جلسة مع قلق المستثمرين حيال زيادات حادة في أسعار الغاز وتوقعات اقتصادية ضعيفة بعد بيانات أظهرت انكماش في النشاط الخاص بالشركات في منطقة اليورو في هذا الشهر. وأنهى المؤشر ستوكس 600 جلسة تداول منخفضا ب4% ليهبط لأدنى مستوى في شهر واحد. كما تراجع المؤشر داكس القياسي للأسهم الألمانية بنسبة 0.3%. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الوقفة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة.